احتفلت الإدارة العامة لشرطة محافظة تعز بتخرج الدفعة السادسة أمن عام. وقال مدير عام الشرطة خلال حفل التخرج العميد منصور الأكحلي إن هذه الدفعة تعد رافدا جديدا في ميدان العمل الأمني لترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة، مشيدا بقدرات المتخرجين وبمهاراتهم التي اكتسبوها في ميدان التدريب. وأشار الأكحلي إلى أن هذه الدفعة سيكون من مهامها تأمين المناطق المحررة وحفظ الاستقرار فيها. الذين سيشاركون إخوانهم في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة، وأيضا سيشاركون بتأمين المناطق التي يتم تحريرها أثناء المعارك مع الانقلابيين. هذا يزيد المؤسسة الأمنية شرفا، ويزيد المؤسسة الأمنية جدارة أن تكون في مقدمة في الصدارة.